بن زيدان بن بشير البلوي يرشح العين مع عمار بن فالح الجني. نتمنى لها التوفيق. هذا ترشيح ما هو بالمجلس، هذا ترشيح ستارت، وترشيح ستارت يخاف منه. بسم الله وعلى بركة الله انطلق شوطنا الرابع عشر، شوط القوة والحماس، شوط المتعة. والله اسمحوا لي الربع عبد العزيز بن عود الاحطوي، انا والله حلق، لكني انتقد في الشوط، اروح مع بداية الشوط واروح مع رقم اربعة سليمان بن محمد الخضري مع اليمامة. يا اليمامة هذه اليمامة، وسلطان يقول لي شوف اليمامة، ابو مطير يقول لي شوف اليمامة، ولكن هنالك يا اليمامة خلك مع الحر. والله الحر اليوم مفتح، اي زاخر يا زاخر. هنالك عبد الله بن حمد الحر الاحطوي مع زاخر. والله اليوم زخرتها، والله اليوم روح، ولكن ثاني المراكز هنالك سليمان بن محمد الخضر الاحطوي مع اليمامة. ولكن الله يلي حضرت مجملكي، وقفوا يا جماعة وصفقوا، حضرت هذه الجمهور عبد الرحمن بن فرحان البلوي. مياسة يا مياسة، يا ويل قلبي على مياسة، الله يوفقك يا مياسة. ولكن زاخر حرك بدري، زاخر هذه زاخر عبد الله بن حمد الحر الحطوي، ولكن ثالث المراكز ترشيحك يا عاطف زيدان البلوي. والله ترشيحك خطير انت، والله احسن مرشح، والله رشحت العين وجاتنا العين يا ابوي على العين. عامر بن فالح الجهني قدم لنا العين، والله ما شاء الله تبارك الله، الله يكفيك شر العين. يا العين العين يا العين، هذه المنطقة الجميلة في دولة الامارات العربية احشقها والله واحشق اهلها. والله يا العين ذكرتينا بالماضي، ذكرتينا بهذا الجمال، هذه الخضرة العين، وانت والله العين يا عامر يا بن فالح الجهني. ترشيح عاطف، ترشيح عاطف لا يخيب، هذا الترشيح اللي عستارت والله اعتبره عبقري واعتبره اقوى ترشيح لا مجلس ولا غيره. تهانينا والناموس العامر بن فالح الجهني على فوز العين بلا منافس ولا منازع. ثاني المراكز هنالك زاخر عبد الله بن حمد الحروة، ثالث المراكز عبد الرحمن بن فرحان البلوي مع مياسة يا مياسة، ورابع المراكز خامسا نحيلها الى لجنة الخط والتحكيم للدخول الجماعي. ونعود للتوقيت دقيقتين و18 ثانية، 59 جزءا من الثانية. تهانينا للعين اللي بهرت